فضيلة الشيخ حفظكم الله، عندنا في من العادات أن يجلسوا 3 أيام للعزاء، وفي نفس الوقت كل فرد يدفع لأهل المتوفى مبلغ من المال، فهل يجوز الإنسان يعني يشارك بدفع المال بدون أن يجلس معهم في العزاء؟ الجلوس للعزاء ليس من السنة، بل صرح العلماء بأنه بدعة، وهو في الواقع أيضا قد ينبئ عن التسخط على قضاء الله وقدره، لأن هؤلاء الذين جلسوا وفتحوا الباب كأنهم يقولون بلسان الحال: يا أيها الناس إننا أصبنا فأقبلوا إلينا بالعزاء. وهذا ليس من عادة السلف إطلاقا، بل قد كانوا يعدون الاجتماع إلى الميت وصنع الطعام يعدونه من النياحة. لهذا يجب على طلبة العلم أن يبينوا الناس أن هذا لا يجوز، وربما يتعلق بهذا الحفل أيضا ربما يتعلق به أشياء أخرى كترك الصلاة مع الجماعة وما أشبه ذلك. فإذا قال كيف أعزي، نقول أولا العزاء ليس مشروعا بمجرد الموت، هو مشروع للمصاب. إذا أصيب الإنسان بموت قريبه أو موت صديقه فإنه حينئذ يشعر، لكن بدون أن يذهب الإنسان إلى البيت، إنما يمكن يلاقي بالسوق يلاقي في المسجد وما أشبهه. نعم، دفع المال لا يحل أن يدفع من التركة، لأن التركة قد يكون فيها أناس لا يمكن يكون المالهم شيء. أما إذا كان من غير الورثة وتبرع به أحد، فهذا نقول إنه تبرع للإعانة على بدعة، ومن أعان على بدعة صار من جملة المبتدعين الذين يأتمون ببدعتهم. الشيخ أحسن الله إليك، أضاف لكلام الأخ ما هو؟ أضاف لكلام الأخ سؤال الأخ، هنالك بعض لكن ترى أحسن من حسابك. طيب خير إن شاء الله. الشيخ سبق لنا في لقاء يعني سابق أن تكلمنا عن موضوع التعازي، تقديم التعازي لأهل الميت، ونجد في بعض البلاد وذكرتم ذلك أنهم يقرؤون الفاتحة إذا يعني أحد المعزين الحاضرين يعني تقدم للعزاء يقرأ الفاتحة على الميت. على الميت؟ نعم، يعني عند القبر يعني؟ لا، ما عند القبر، عند أهل الميت يعني، عند يعني يقرأها للميت. للميت نعم. فنرجو أن تبين لنا هل هناك ضابط مثلا معين في تقديم التعازي؟ هذا أيضا من إضافة بدعة إلى أخرى، أنا أصبحت يعني هذا إضافة بدعة إلى أخرى. فلم يثبت لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا علمت أيضا نقل أن من أساليب الدعوة أن تقرأ الفاتحة. نعم، أن من أساليب العزاء، لم ينقل أن من أساليب العزاء أن تقرأ الفاتحة.